أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام لمتابعة هذه التغطية المتعلقة بانفجاري طرابلس وتداعيات هذين الانفجارين. ينضم إلي في الاستوديو في هذه الأثناء الأستاذ لقمان سليم الكاتب السياسي. أهلا وسهلا فيك أستاذ لقمان. يعني منذ الأمس حتى اليوم نتابع تداعيات وأسباب في قراءات سياسية ومتابعة للتحقيقات التي تجري حول هذين الانفجارين. المعلومات الأخيرة، هناك توقيف شيخين، أول واحد الشيخ أحمد الغريب والشيخ عبد الرزاق، ما بنعرفش يعني. خليني بلش من هذه النقطة لو سمحت. يمكن هذه النقطة بتردنا لنقطة سابقة عليها شوي ولسؤال أساسي، هل ما جرى في طرابلس وما جرى قبله بفترة قصيرة بالضاحية هو نوع جديد من أنواع العنف؟ تقديري هذا السؤال يستحق أنه نسأله، لأنه اليوم مع الضاحية ثم مع طرابلس دخلنا ما يمكن تسميته مرحلة القتل الصناعي، والقتل أحيانا صناعة ثقيلة. مثل شو يعني قتل الصناعي؟ يعني أنه طبعا هناك صناعة لهذا القتل، لا لكن هناك صناعة وهناك بالآخر حتى يكاد يصار في علم له علاقة بالسيارات المفخخة. من أول حنطور انفجر بتصور بال 1902 بنيويورك لآخر سيارة فخخة تكفيري، اليوم استعمال السيارات المفخخة بالحروب سواء كانت أهلية أو استعمالها عموما يعني يعتبر إذا بدك من أنواع استعمال أسلحة دمار شامل بتحديدا الأوساط المدينية. إنه اليوم عم نحكي عن شيء يشبه استعمال سلاح دمار شامل على مستوى حي، وبالتالي أنا بحب إنه ننبه بعضنا أحيانا وننتبه إنه ما جرى في الضاحية ثم ما جرى في طرابلس شكل ما يمكن وصفه بنقلة نوعية بطبيعة العنف اللي كانوا اللبنانيين ضابطين حجم تهديه. لأنه كمان خلينا نكون واضحين أنه اللبنانيين لم يعفوا عن بعضهم، وأحياناً كتير اعتبروا أنه العنف ممكن يكون رسائل، أنه رسائل ويتبادلوها، بس أنه واضح أنه هذا العنف أكبر من علبة البريد اللبناني، وواضح أنه اللي قادر أنه يخطط ثم أن ينفذ لهكذا عمليات قتل جماعية بسلاح تدمير شامل صغير هو السيارات المفخخة، هو طرف تقديري أكبر من كل الأطراف الموجودة على الساحة اللبنانية. وبهذا المعنى فتلي بالتفصيل، يعني بارح كنا عم نحكي إما يد واحدة تريد ضرب المنطقتين لإثارة فتنة سنية شيعية، أم طرفين إقليميين قويين يتبادلان الرسائل بأسلحة دمار شامل مصغرة مثل ما حضرتك عم تقول بين الشارع السني وبين الشارع الشيعي. على شو المقاربات الأقرب إلى المنطق؟ تقديري أنه المقاربة الأقرب هي مقاربة ما بتبلش من العنف، ما بتبلش من لحظة القتل، بتبلش من قرار القتل ومن طبعا احتمالات توظيف هذا القتل العام، هذا القتل الكثير بإطار سياسي. ما حدا بيقتل تيقتل، متفقين على هيدا الشيء؟ طبعا. انه حتى اللي عم بيقتل باشنع الطرق عم بيقتل تيحقق غرض سياسي، وانا بتقديري انه هون بدنا نشوف مين له مصلحه انه يرصد، مين له مصلحه يستثمر بالعنف بلبنان، سواء لمفاوضه مقبله عظيم. من أو يريد أو استثمار أو العنف في لبنان او وهون بحب ركز على هذا الموضوع للتغطية على جريمة أكبر قد يكون ارتكبها وبحاجة أنه يحرف الأنظار عظيم عنه. استثمار العنف أو للتغطية على جريمة أكبر، يعني إذا بدي بلش من الثانية، الغوطة، الغوطة الشرقية هيدا مقاربة، أما استثمار العنف في لبنان، استثمار العنف في لبنان من يريد اليوم استثمار العنف في لبنان؟ وهل انفجارين يعني 175 كيلوغرام يغطيان 1300 ضحية بغاز السارين في سوريا؟
سؤالين مشروعين. تقديري إذا عم نحكي عن الاحتمال الأول، مين عم بيجرب يستثمر بمفاوضة مقبلة؟ خلينا نشوف شو كانت موقف الأطراف من الوضع اللبناني خلال الأشهر الماضية. كان في هيك تعويذة بنرددها على طول، هي أنه هناك ما يشبه الغطاء الدولي الإقليمي لإبقاء الوضع تحت السيطرة حتى وإن تخللته أحداث أمنية ما. شفنا خلال الأشهر الماضية حتى بظل حكومة الرئيس مئاتي يلي كلنا بنعرف قديش انه حزب الله كان له أغلبية الأسهم فيها عمليا، انه العالم بما في يعني الأوروبيين والأمريكان كانوا عم يبدوا تفهم كتير كبير وحتى دعم لهذه الحكومة تحت عنوان الحفاظ على استقرار لبنان، والحفاظ على استقرار لبنان لأنه لبنان بلد بحكم طبيعته توازناته هشة، باعتباره اليوم هو ملجأ لمليون ونص لاجئ سوري، باعتبار في عنا نص مليون لاجئ فلسطيني، فإنه استقرار لبنان بدأ للحظة لدى خلينا نقول التحالف الغربي أهم من تيسير أي عملية سياسية بهذا البلد. فتقديري إنه إذا نفينا عن هذا الفريق رغبته بأنه لبنان يقع بالهاوية مجددا بآتون القتل، بيبقى لاعبين إقليميين قد يكون لهم مصلحة أنه يمسكوا ورقة الاستقرار اللبناني ويهددوا فيها ويقولوا هذا البلد نحن قادرين نفخخه عن بكرة أبيه، وإلا لربما وإلا تكون رفعوا خففوا الضغط عن النظام السوري، لربما خففوا عنا الضغط بعقوبات ما، لربما ما تجربونا بلبنان. ففي حدا بالآخر بده يفاوض على هذا الدم، وهيدي هي المشكلة الكبيرة، وأكيد المفاوض ليس لبنانيا، في طرف غير لبناني سوف يفاوض على هذا الدم. واليوم أثبت من الضاحية إلى صواريخ صور إلى انفجاري طرابلس أثبت بأنه أمسك ورقة الاستقرار وعدم الاستقرار، الأمن وقلة الأمن. لا. الذي يريد التفاوض هو طرف إقليمي يحاول استخدام الساحة اللبنانية للإمساك بالورقة اللبنانية، هيدي هي المقاربة الأقرب إلى المنطق. يعني ضرب في الرويس، ضرب بجنوب، خلينا ما ننسى أنه الوضع قبل ساعات من انفجار طرابلس، وضرب بطرابلس، ضرب بطرابلس وأثبت أنه عنده قدرة على التحرك مهولة وأنه قادر يتحكم بلاعبين صغار. طب ليه اليوم إذا ما نعتبر الطرف الإقليمي استخدم الورقة اللبنانية اليوم بعد الغوطة، ليش اليوم؟ انه مش هي بعض وين الغوطة. وصلت الامور، يعني معروف انه الطرف يمكن عم تتهم انت الطرف السوري او النظام السوري، لماذا او كونسورسيوم سوري ايراني بحوال. وشركاء اخرين. طيب ليه اليوم ولماذا يضرب حزب الله بيئة ومجتمع حزب الله؟ خلينا نفصل السؤالين عن بعض. اول شيء ليش اليوم؟ لانه اليوم في اقتناع لدى النظام السوري وأصدقائه إنه إذا قدر حقق مكاسب على الأرض رح يقدر يسيلها بالسياسة، وبنفس الوقت يدفعوا إلى ذلك إنه العالم لحديث اليوم كان عم بيشوف وعم بيستعمل صواريخ أرض أرض، طيران، مدفعية ثقيلة، فايت بحرب شاملة تجاه شعبه وسط صمت دولي بيسمح له إنه يروح لأبعد. بهذا المعنى انه اللعب على الورقة اللبنانية واستثمارها حتى باللعبة الدموية، لعبة السيارات، قد يكون جزء من هذا العنف الذي نراه على بعد 100 كيلومتر منا ما وراء الحدود. وبهذا المعنى جمهور حزب الله، اذا اعتبرت انه الضاحية كلها جمهور حزب الله رغم انه انا فضل احكي عن مدنيين موجودين بالضاحية مثل ما موجودين بطرابلس مثل ما موجودين بأي منطقة لبنانية تانية يصبحوا تفاصيل. في نظام بالآخر منه شايف الناس،
شايف مشروع بقائه أو مشروعه السياسي. الناس يتحولوا إلى تفاصيل، إلى أرقام قادر يبلعها من خلال دعايته، من خلال لا مبالاته بقواعد من خلال بعض القواعد الأخلاقية بكل بساطة. يعني ماني شايف أنا مل إنه 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 اليوم اللي بيقتل بطرابلس يستحيل عليه إنه يقتل بالضاحية أو يقتل بأي مكان آخر، لأنه هو بالآخر معتبر إنه في كميات، منه معتبر إنه في ناس، في بشر، في أفراد، في كائنات حية. فبهيدا المعنى تقديري إنه عادة كمان وقت تصير جريمة بنفتش مين اللي عنده سوابق. طيب وللأسف يتفق بأنه النظام السوري وحلفائه عندهم سوابق. خليني أرجع أروح لطرابلس، بدي كفي بهيدا المحور لو سمحت. ينضم إلي من جديد الزميل جوني تونز. جوني يعطيك العافية، الجديد في طرابلس. جوني تفضل. يا عم فادي، يعني تستمر الزيارات والجولات التي يقوم بها المسؤولون في منطقة وعاصمة الشمال طرابلس على موقعي التفجيرين. قبل قليل تفقد النائب روبير فاضل وهو نائب عن مدينة طرابلس مسجد السلام الذي تعرض للتفجير وينضم لإلين. بداية استاذ روبير، الحمد لله على السلامة لطرابلس ولإلكم. تفقدت المكان، شو الملاحظات، شو يلي بتقوله اليوم بعد هالتفجير هون بمسجد السلام وبمسجد طرابلس؟ هالمجزرة هي حقيقة محاولة اغتيال جديد لطرابلس ومن خلالها للبنان. هالمدينة يلي عم تتحمل أكبر عبء بلبنان، العبء الاقتصادي والمعيشي والأمني والفتنة المتنقلة، اليوم بعد عم نحملها أكثر ما بتحمل. والبدي أقوله إنه هالمجزرة هدفها واضح وبسيط، وهو جر طرابلس للفوضى. لهالسبب أنا بتفهم شعور أهالينا بطرابلس، وبتفهم شعورهم بالغضب وبالخوف والحزن، ولكن بدعي الجميع لنتفادى أي ردات فعل ولنتفادى تجربة الأمن الذاتي، لأنه ما عنا خيار إلا خيار الدولة، وما عنا خيار إلا الابتعاد عن الصراعات الإقليمية. وبهالمناسبة بدي أقول نحن عم نعيش تراجع مش بس للوضع الأمني ولكن للوضع الاقتصادي والمعيشي. لهالسبب نحن بحاجة لحكومة. لبنان ما ممكن يبقى بلا حكومة، وهالحكومة لازم تكون فعالة، لازم يكون فريق عمل منسجم يقدر يحمل الحمل الثقيل يلي اليوم عم بيعيشه لبنان وعم بيحمله لبنان، لنقدر نحن نقطع هالمرحلة الصعبة. اليوم حضرتكم نواب عن طرابلس، طرابلس رئيس الحكومة من طرابلس، 5 وزراء من طرابلس، انتو كشخصيات سياسية بطرابلس، شو بتوعدوا المواطنين يلي بعضهم مفجوعين بيلي صار ودائما في جولات قتال، دائما الوضع الى تردي، انتم في موقع السلطة، شو بتقولوا للطرابلسيين؟ اولا السلطة التنفيذية مثل ما بتعرف هي الحكومة مش مجلس النواب، ولكن احنا اليوم ما بدنا نكب المسؤولية على بعضنا. وضع كل لبنان وضع كتير صعب، وضع طرابلس اصعب، ولكن علينا هلأ بهالمرحلة الصعبة أولاً أنه نعطي للأجهزة الأمنية وللجيش نسمح لهم يلعبوا كل دورهم، وأهم من هيك أنه نطول بالنا ونتفادى أي ردات فعل، لأنه المجرم يلي كان هون من 24 ساعة وترك سيارته وركض كان هدفه أنه من بعد هالانفجار يصير في مجازر بطرابلس، يصير في مشاكل، يصير في ردات فعل. والحمد لله الكل كان واعي، السياسيين والمواطنين تفادينا الكارثة. علينا نضل متضامنين وإن شاء الله، وأهم شيء نضل بعاد عن الصراعات الإقليمية، لأنه في كرة النار موجودة بسوريا علينا الابتعاد منها لحديت ما الوضع الإقليمي يستقر ويرجع المنطقة لطبيعتها. في أي معلومات عن يعني السيارات، طبيعة التفجيرات، عن التحقيقات والأمور اللي عم بتصير متعلقة بالجريمة؟ يحكى عن توقيف شيخين، مطلعين على أي معلومات أمنية من هيدا النوع؟ والله عم نسمع وعم نتابع الموضوع، ولكن لهلأ ما في شيء نقدر نحكي فيه بالإعلام. أنا بدي أشكرك الحمد لله على السلامة مرة تانية لإلكم ولطرابلس أستاذ روبير. إذن فادي، يعني هذه كانت زيارة النائب روبير فاضل إلى مسجد السلام في طريق المينا هنا في شارع السنترال في طرابلس، وتفقد وقام بجولة داخل مسجد السلام من أجل يعني تفقد الأضرار التي لحقت بهذا المسجد. أيضا علقت منذ بعض الوقت بعض اليافطات على المسجد، وهي اليافطات التي
يعني تعبر عن الوقفة أو المشاعر التي تعتري أهل طرابلس وعن الشهادة التي قدمها بعض أبناء هذه المدينة إن كان أمام مسجد التقوى في منطقة الزاهرية أو أمام هذا المسجد في هذه الأثناء. يعني يواصل أشخاص من المواطنين العاديين في طرابلس من هيئات المجتمع المدني الكشافة وغيرهم تحت عنوان سلام وتقوى طرابلس يواصلون عمليات إزالة الركام وتنظيف هذه المنطقة والمنطقة الأخرى التي وقع فيها الانفجار أمام مسجد التقوى بعدما سمحت القوى الأمنية للمتضررين بالدخول وبعدما أنهت هذه يعني العملية عملية المسح الكامل والشامل لساحتي التفجيرين. وكما كنت ذكرت في الرسالة السابقة بحسب المعلومات هناك توقيف لشيخ يشتبه بتورطه بتفجيري طرابلس وهو يقال أنه على علاقة بالشيخ أحمد الغريب الذي تم توقيفه أيضا يوم أمس. طبعا هذه معلومات أمنية أولية غير نهائية والتحقيقات بإشراف القضاء المختص هي مستمرة. نعم. بطبيعة الحال جوني طاني شكرا جزيلا لك. معلش خليني أرجع أستاذ لقمان إلى المعلومات إلى الاعتقال إلى التوقيف. ما جاوبتني أول شيء على هذا السؤال، رحنا على محور آخر، لكن إنه الجواب البسيط واحد إنه هذا التحقيق مستمر، إنه مفروض نحن كل اللي بنعرفه هو أسماء علم، ولكن يبقى الأمر الأساسي إنه هذا القتل بهذا الشكل هو صناعة ثقيلة لا يملك أسبابها وأدواتها وإمكانيات تمويلها مجموعة أفراد مهما كانوا. المهم مش إنه نقول انه لقينا متهم او متهمين نزدتهم للجمهور لتهدئه الجمهور، ولكن انه نقول لحظه عم تقول نزدتهم للجمهور لتهدئه الجمهور وكان هناك يعني صناعه مفبركه لهذا التوقيف. ما عم نقول صناعه مفبركه، ولكن شفنا بشكل واضح بالفتره الماضيه انه كان لابد من تهدئه الجمهور عبر اطعامه، بمعنى ما عبر اطعامه متهمين، ولكن ولا مرة قدرنا نطلع من الاتهام الفردي للمخطط السياسي اللي الكل بيحكوا عنه. مش الكل بيحكوا عن مؤامرة، في واحد يتآمر لحاله، فيك انت تقعد لحالك استاذ تتآمر. طيب ما اذا في مؤامرة في متآمرين، مش هيك؟ اذا في مخطط في مخططين. انه لا يكفي انه نقول انه فلان او فلان او فلان، قد يكونوا متهمين وقد لا يكونوا، قد يكونوا ضالعين وقد لا يكونوا، ولكن ما لازم يوقف التحقيق هون. انه بالاخر في اتهام سياسي، في حدا عم بيلعب باستقرار بلد، هيدي منا جريمه فرديه واحد مختلف مع جاره، في حدا عم بيلعب باستقرار بلد، هيدي جريمه سياسيه. فانه من المتضرر بالسياسه؟ ما بنكون عم نخدم حالنا كلبنانيين انه نحيل جريمه بحق البلد من خلال هذه المنطقه او تلك الى جريم الى حادث فردي. انه نحن بالاخر عم نجرب شو؟ عم نجرب نهدي الناس، عظيم، وانا مع تهدية الناس ومع جرحنا جرحكم ومع انه اللبنانية يبعثوا لبعض اكليل ورد وبرقيات تعزية، ولكن هيدا لا يغير شيء في واقع الامر بانه هناك من اعتدى على السيادة اللبنانية بسلاح دمار شامل، هو السيارة المفخخة بمئات الكيلوغرامات من المتفجرات التي لم ينزل بها الله من سلطان. اليوم ما حدا بعد فهمان انه كيف يعني بتفقع سيارة هون بولع شقة بالطابق العاشر. انه هيدا اعتداء على السيادة اللبنانية، ولا يمكن اختصار بالاخر الاتهام بشخص او شخصين او ثلاثة. نحن اليوم كلبنانيين، انا اذا بدي احكي كلبناني، انا ما بيطمني يقولوا لي انه فلان او فلان هن المتهمين وطوينا الصفحة. في حدا بالاخر عم بيعتدي على هيدا البلد، ولازم يكون طبعا لا شك ان هناك جهه خارجيه انه نسميه. وهل نحن بالاخر قادرين نسميه؟ هل قادرين نطالب العالم بانه يساعدنا يمكن على كشف الحقيقه؟ ليش يعني ما بنطلب من العالم يساعدنا على كشف حقيقه ما جرى؟ اذا هالقد كلنا مقتنعين انه ما جرى خطير وكبير ومهدد للدولة وللشعب وللمؤسسات وللنسيج الوطني وكل هذا البلابلا، ونحن منا قادرين نعمل هذا الشيء لوحدنا، انه فلنطلب العون. طيب حيث يمكن بالتحقيقات السابقة يعني من اطلق الصواريخ باتجاه الضاحية الجنوبية عرفة، من اطلق الصواريخ باتجاه عبدة
لم يعرف باتجاه اليرزي ما بعرف. لم يعرف بعد، بس عم نحكي نحن من استهدف المدنيين. عملية بئر العبد كمان عرف من، يعني في كلام انه هناك السيارة فخخت بمنطقة عرسال. اليوم انه نحن بعد انفجاري طرابلس في عنا لحديت هلأ مو يعني موقفين، ما بنعرف اذا كانوا متهمين او لا، يعني الاجهزة الامنية الجنائية يعني عم تحط ايدها على الملف. ليش نحن اليوم بحاجة الى جهة خارجية لمساعدتنا في التحقيقات؟ انا بتقديري انه مثل ما شفنا انه بلحديه اليوم التحقيق عم بياخذ شكل فقط جنائي، يعني عم بيتعاطى مع جرائم بحق السياده اللبنانيه وكانها جرائم فرديه، ما عم نعطي لهذه الجريمه بعدها الحقيقي يلي هو بعد السياده. طالما شو المطلوب اذا بدنا نعطيها البعد السيادي بغض النظر عن البعد الجنائي؟ إذا سلمنا بأنه كل هذه الجرائم متصلة، وإذا سلمنا مثل ما عم نسمع من هنا وهناك بأنه علينا انتظار المزيد، للأسف هذا الشيء اللي عم ينقال حتى على لسان بعض المسؤولين، أقل شيء أنه ما بعرف تتشكل لجنة تحقيق وطنية، أنه خلينا نكون خلاقين، خلينا نجرب حتى نخرق كسلنا وبلدتنا السياسية وما نسميه تمترسنا، انه نجي نقول شو انه ايه يمكن تشكيل لجنه تحقيق مش بس امنيه، انه امنيه برلمانيه، نجرب نكون خلاقين نخرق هيدا حاله الفشل الوطني يلي عايشين فيه. لكنها ستصل الى حائط مسدود، يعني ولا مره ولا اي جريمه مورست او على 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 الارض اللبنانيه ونعرف من الخلفيه تبعها. يمكن نطلب مساعده الامم المتحده إذا كنا حاسين حالنا بحالة خطر شديد إلى هذا الحد، إذا كنا حاسين ثمة من الفرقاء سيعتبر أن هذا كمان أيضا مس بالسيادة اللبنانية، بس هيدا مثل ما صحيح. تم التعامل مع المحكمة الدولية، ويمكن هذا بيرجعنا للحظة الحقيقة عشان نحن مختلفين وليش في سيارات عم تنفجر. سيارات ما عم تنفجر فقط لمجرد الانفجار، سيارات عم تنفجر لأنه نحن بحالة عراء وطني كامل، لأنه نحن بالآخر بحالة خلاف عميق 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 للغاية، لأنه نحن اللبنانيون بحالة خلاف عميق 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 للغاية، أم الإقليم بحالة وكل فريق يتبع إقليمه؟ خليني أخذ الجواب لو سمحت بعد البريك، بريك قصير ونعود لمتابعة هذه التغطية. أهلا بكم من جديد لمتابعة هذه التغطية المتعلقة بانفجاري طرابلس. دائما ضيفي الأستاذ لقمان سليم الكاتب السياسي. أستاذ لقمان، كنا عم نحكي عن ارتباطات الداخل في الإقليم، هي هذا هو المسبب أو شو؟ لا شك بأنه، بس كمان حتى نسهلها، لا شك أنه الإقليم يلعب دور كتير كبير، ولكن تقديري لازم كمان نشوف نقطة تانية، انه هل ينظر الى لبنان اليوم من الاقليم؟ يعني لو كنا قاعدين اليوم تنقول بطهران، او لو كنا قاعدين بالرياض، او لو كنا قاعدين باي عاصمه اخرى وطلعنا على خريطه هاي المنطقه، هل بنشوف لبنان بمعزل عن جواره؟ هل ممكن انك تشوف لبنان خارج هيدا الامتداد اللي رايح من المتوسط لبغداد؟ بشك. فبهذا المعنى انه نحن ضمن مسرح عمليات واحد، انه طالما عم نقول انه اللاعبين الاقليميين هن كمان لاعبين بسوريا وبالعراق وبفلسطين وبالعملية السلمية، ونحن جزء من هذا المسرح، نحن زاوية بهذا المسرح. خلينا نتخيل حالنا جزء من هذا المسرح اللي عم بيصير فيه، اللي الناس عم يدبكوا عليه، او الناس اللي عم يرقصوا. طيب هيدا المسرح كان مسرح انفرادي، انطلق ثورة عربية، ثورة ربيع عربي بكل بلد على حدة. لماذا تحول الى مسرح شامل؟ خلينا نقول انه نحن بالاخر اليوم قدي عم بيأثر علينا، اللي عم بيأثر علينا بشكل اساسي هو ما يجري في سوريا. طيب. وهيدا له اسبابه التاريخية، في نوع من حميمية بالعلاقة احيانا كانت محمودة واحيانا كانت منكرة، ولكن الحميمية بالعلاقة بين لبنان وسوريا سواء بجانبها السلبي أو جانبها الإيجابي
تجعل انه اليوم المسارين رجعوا اتصلوا شاء من شاء وابى من ابى. يعني وحدة المسار والمصير عادت، يعني انه بالاخر عادت. وبتقديري انه اليوم ما عاد حتى من الحكمة السياسية انه نبحث عن الفصل بين المسارين بمعنى نائب النفس او غيره، انه اليوم تجاوزنا هاي النقطة. اليوم لربما اذا قلنا مصلحة بشيء، قلنا مصلحة بان يتسرع الحل ان امكن بسوريا، حتى لو الحل او ان يتطبع الوضع الامني، اكاد اقول حتى ما اكون ببين متفائل بانه في حل بسوريا على الابواب. لربما اليوم نحن الشيء اللي بخلينا، الشيء الوحيد اللي ممكن يخلينا نتنفس شوي نرتاح، هو ان تتحول الحرب في سوريا الى حرب مواقع وحرب استنزاف، ويمشي الى جانبها بالموازاة خط تفاوض ما. ولكن طالما الحرب في سوريا مش بس منا مشتعلة بمعنى انه في اطراف عم تحاول انه تربح ميدانيا، فنحن جزء من هذا الميدان. الارض يمكن هالمتفجرة تنفجر في دمشق، ولكن الارض تميد في بيروت. وبهذا المعنى نحن هون. ضف الى ذلك انه لبنان منه مقصر، يعني لبنان عم بحكي بكل مكوناته، لبنان من حزب الله لبعض الجماعات السلفية لآخرين، ولبنان منه مقصر بالتدخل بسوريا. بصرف النظر نحن بنقول هيدا التدخل على حق أو على باطل، لبنان يتدخل في سوريا، من جهة تانية سوريا عم تورد على لبنان لاجئين. فاليوم انعقدت العقدة، اليوم العقدة بين لبنان وسوريا بين المسارين معقودة. من الغباء التعامي عنا، ولكن من الغباء ومن تضييع الوقت محاولة فكة. اليوم بدنا نشوف كيف بدنا نعيش بأعلى قدر ممكن من الأمان بظل هذه العقدة وهذا الوضع المركب. وهون برجع بركز على مسؤولية اللبنانيين وعلاقتهم لربما بالإقليم. يعني هون نحن اليوم بلحظة حقيقة مع كل القتلى ومع كل الدم اللي سال، تقديري انه مفيد انه الأطراف اللبنانية يحكوا مع أصدقائهم، كل طرف يحكي مع أصدقائه بالإقليم ويقلوا انه أنا يعني معك، بس انه قد ما كان لبنان ما بيحمل هالقد. طيب إذا كانت الكلمة كلمة إقليمية بانفجار الوضع في لبنان، لا شك أنه هؤلاء الإرهابيين استخدموا في أكثر من منطقة، وعاد هؤلاء التكفيريون أو الإرهابيون انقلبوا على الريموت كنترول تبعولهم، إن كان بأفغانستان أو بالعراق وحتى إن كان بسوريا. اليوم عند إدخال هؤلاء إلى لبنان، بعود هذه اليد التي كانت تتحكم فيهم أن تبقى، يعني بتضل متحكمة فيهم؟ أكيد لا، مثل ما شفنا بالآخر أنه أحياناً العصا تنقلب على اليد التي تمسكها. مزبوط. ولكن هيدا هون بنفوت بإطار المعالجة الأمنية، ولكن اللي هي لن تنجح إن كانت أمنية فقط. أنه اليوم خلينا نكون واضحين، اليوم مش بالصدفة أنه في مسجدين استهدفوا بطرابلس، يعني في رمزين مش بس دينيين. أنه اليوم أكيد في مراجعة مطلوبة من خليني أقول قادة الرأي بالطائفة السنية تجاه ما ينشأ وما ينبت على هوامش هذه الطائفة من حركات استئصالية تكفيرية قد تشكل خطر ليس فقط على الطائفة السنية، ولكن على يعني الشيء ما تبقى من تعايش لبناني. فبمعنى انه اكيد في امن امني، بمعنى تلحق تلعب لقيطة ورا السيارة ورا الارهابي، وبس انه كمان في امن ثقافي، امن ديني اكيد اقول مطلوب. ولكن هل نحن وصلنا لهي اللحظة؟ انا بتقديري بعدنا كتير بعاد عن هاي اللحظة. تنوصل لهي اللحظة بدنا نكون بالاول متفقين انه بدنا نجرب نحيد قدر الامكان هذا البلد، قدر الإمكان أقول، إنه بدنا
نمرق. كيف فينا نحيد هذا البلد قدر الإمكان عما يجري في الإقليم؟ بنرجع لمنطق الدوحة، يعني إنه الرعاة الإقليميين بدهم يرجعوا يتفقوا على إنه لبنان بدنا نعف عنه حاليا، أو إنه اليوم ما بدنا نستخدمه، بدنا إذا بدك نفصله شوي جزئيا، نعمل فصل جزئي بينه وبين المسرح الإقليمي. يعني هل هناك مصلحة دولية إقليمية لفصل لبنان عن هذا المسرح؟ لأن كافة الأطراف تستطيع أن تستخدم لبنان في صراعها الإقليمي، إن كنا عم نحكي عن الإيراني أو السوري، أو إن كنا عم نحكي عن المحور الآخر الأمريكي السعودي وغيره من المحاور. يعني أنا بتقديري في مصلحة للناس اللي ما عندهم بعد خطة لسوريا أن يسعوا إلى ذلك. أما المحور الداعم بالكامل للنظام السوري فلا يرى بأسا من استخدام الورقة اللبنانية في عمله وسعيه الحثيث لدعم هذا النظام. طيب، يعني هناك مسعى لدى النظام لاستخدام الورقة اللبنانية، ورقة تفاوض. خلينا عند هذه النقطة. حزب الله يدعم هذا النظام، وهو يقول لو لم يتدخل حزب الله مثل ما قال له سماحة الأمين العام لبوغدانوف لكان سقط النظام على أبواب دمشق، كان وصلت المعارضة على دمشق. اليوم كيف يسمح حزب الله أن يستخدم حليفه الورقة اللبنانية من الشارع الشيعي، ولا أقول الشارع شارع حزب الله؟ أنا يعني علما أنه حزب الله كان يقول أريد أن هذا إجراء احترازي كي يصل هؤلاء التكفيريون إلى لبنان. هيدي بتقديري أحد نهايات اللعبة، لعبة لاعب صغير بملعب الكبار. إنه فسر لي إياها أكثر. نحن متفقين على إنه بالآخر حزب الله أو إنه هو لاعب قد ما كان محلي، لعب خلال السنوات الماضية بملعب الكبار. خلينا نرجع نتذكر الصورة اللي بحب دائما استشهد فيها، صورة القمة الثلاثية بشار الأسد، أحمد رئيس نجاد والسيد نصر الله. إنه برجع بجرب دائما فكر ماذا بقي من هذه الصورة اليوم، إنه بلحظة حزب الله أعين على أن يلعب لعبة أكبر منه وأكبر من لبنان، واليوم يبدو إنه هذه اللعبة تنقلب، لا أقول تنقلب عليه، ولكن يدفع إلى أثمان باهظة لها. اليوم شئنا أم أبينا إذا بدنا نحكي على المستوى المجهري الشيعي، اليوم الجسم اللبناني الشيعي ينزف في سوريا. ما بدنا ننسى أنه بعد في شباب يتساقطوا في المعارك الدائرة في سوريا، وينزف في بيروت أو في الضاحية محل ما بدك، والجمهور العريض يعيش مثله مثل كل اللبنانيين الآخرين حالة هلع وخوف. يعيش حالة، يعني الشارع الشيعي ينزف في سوريا، ينزف في بيروت، ويعيش حالة هلع وذعر. والآخرين يعني كيف ينزف في سوريا؟ إنه تقديري إنه بعد في يعني يبدو إنه في بعض مقاتلين عم بيسقطوا بميادين القتال السورية، إنه لم يتوقف سقوط المقاتلين أو مقاتلي حزب الله مع انتهاء معركة القصير. يعني بعدنا عم نسمع وعم نشوف أحيانا حتى على الإعلام الرسمي إعلام حزب الله مشاهد تشييع وغيره، فإنه في نزف مزدوج. فضلا عن ذلك في حالة قلق كتير كبيرة، حالة قلق عمليا تعكسها التدابير الأمنية. يعني اليوم ما بقى بدنا نخبي على بعض، لو لم يكن هناك خوف من كل ما يجري لما كان هناك كل هذه التدابير. للأسف إنه هذا الخوف اليوم ينتشر في الجسد اللبناني كالعدوى كالطاعون. يعني النموذج الأمن الذاتي الآخرين حابين يستنسخوا، سواء كانوا مصيبين باستنساخه أو لا،
ولبنان يقف عم بيتفرق. يعني لبنان اليوم عبارة عن جسد، كيف جسد واحد مردرد، جسد مردرد ومجروح، هون بقعة زرقاء، هون بقعة صفراء، هون جرح صغير، هون حرق. هيك بدك تخيل اليوم جسد اللبناني. هل قدرتنا على الاستجابة لكل هذه التحديات باسم مصلحة وطنية تتجاوزنا جميعا وتتجاوز 14 و18 و8 و17 باسم انه دفاع عن شيء لبناني، دفاع عن انه نحن بنحب نبقى بهذا البلد، بنلاقيه مهضوم، يمكن ما يكون عندنا سبب تاني. هل قادرين نفكر هيك؟ هل قادرين نفكر بشكل اناني انه نحن كل هيدا شبعنا شوي؟ هون في مصلحة المحور استاذ لقمان. اوكي، ساعتها المحور اليوم يعني يجابه المحور الاخر، محور التكفيريين، المحور الاسرائيلي الصهيوني، المحور الامريكي، ويقول دائما حزب الله انا لا استطيع ان اكون الا في مواجهة ذاك المحور. يعني علما انه كان عم ببرر انه انا ليش عم بعمل معركة بالقصير او باسرائيل، لانها اياد اسرائيلية تريد ضرب حزب الله والمحور من الخلف. انا بدي مع اني يعني كل هذه انا بقرا بخطابه السياسي ايه، شو عم بيصير، انا كل هالكلمات لا ازعم انه بفهمها. يعني انا ما بزعم انه عقلي احيانا بيجمع انه كل شيء اسمه نفوت التكفيري بالصهيو الاسرائيلي والامبريالي الامريكي، هم كثير بفهمهم. بس انا اليوم لابد كمراقب واحد يلاحظ انه المعركه في سوريا تحت العناوين التي استعملت لخوضها من قبل حزب الله لم تؤدي إلى النتيجة المرجوة، وهي حماية اللبنانيين سواء كانوا لبنانيين فقط أو لبنانيين شيعة. اليوم الشيء اللي شفناه بعد تفاقم هذا التدخل تحديدا بالقصير، خلينا نذكر أنه القصير استعيدت أو سقطت، استعمل الكلمة اللي بدك إياها، يوم 5 حزيران. نحن ب 15 آب كان في سيارة محملة بالله أعلم قديش من المتفجرات عم تنفجر بقلب الضاحية، وانفجارة فضلا عن كل الضحايا، مش بس مات ناس وانجرح ناس وتهبطت بيوت، في صورة للعصمة، لعصمة الضاحية كعاصمة للشيعة مش بس في لبنان، على مستوى طيب. الإقليم تحطمت. طيب. إذا بدك شيء اللي صار ب 15 آب هو التالي. لحدية 15 آب كان يعني تصور الشيعي عن نفسه إنه هو معصوم من الخطأ ومن الخطر مع بعض. ضربت هذه بعد 15 آب سقطت العصمة من الخطر، وبدأ السؤال هل نحن كنا على صواب أم على خطأ. أنا بتقديري هيدا الشيء اللي صار ب 15 آب، وهيدا الشيء الأساسي يلي لربما إذا ما عم نشوفه على مستوى الخطاب السياسي الكبير يلي هو يتوجه كمان للجمهور يلي بحاجة يغذي الجمهور ويحافظ على تماسكه، ولكن هذا هو السؤال اليوم الذي يطرح بالأوساط الشيعية، أنه نحن إذا معصومين عن الخطأ فمش معصومين عن الخطر، لا بتدبير أمننا الداخلي ولا بذهابنا للقتال في سوريا. وأنا عم بنقل أجواء من ناس لربما ما بتفق معهم بالسياسة. 15 آب بالضاحية انكسرت المراية يلي كان اللبنانيين الشيعة الماشيين أو اللي هن ملتزمين بخط حزب الله عم بيتماروا فيها، كان في مراية عم بيتماروا فيها وانكسرت. ما بعرف بالشارع السني تماما شو عم بيصير، ولكن تقديري انه بيسوى نفوت بالتفاصيل، بيسوى نفوت بالتفاصيل بعضنا البعض، بيسوى اللبنانيين يتطفلوا على بعضنا البعض ولا يكتفوا بالمجاملات. عظيم، خليني اتوقف مع بريك وبرجع منتابع هذا الحديث. مشاهدينا الكرام، بريك قصير ونعود الى التغطية.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد لمتابعة هذه التغطية المتعلقة بما يحدث في منطقة طرابلس غداة الانفجارين اللذين وقعا يوم أمس. دائما ضيف الأستاذ لقمان سليم الكاتب السياسي. أستاذ لقمان، قبل البريك كنت عم تحكي عن عصمة الخطأ والخطر، كنت عملت شرح حلو عن عصمة الخطأ والخطر. اليوم العصمة الخطأ والخطر ربما تكونان مرتبطتان بإعلان حزب الله استغنائه عن إعلان بعبدة، واعتبار هذا الإعلان حبر على ورق، وكأنه يعني لم يعد يعترف به، وكأنه لم يشارك بطاولة الحوار التي توصلت إلى هذا المبدأ، علما أن اللبنانيين جميعا متفقون على حيادية لبنان في هذا الظرف. اليوم بعد ضرب الشارع الشيعي وضرب الشارع السني ولا سمح الله أي ضربة أخرى، وإن شاء الله من شرط حق المناصف يعني بدك شيء إن شاء الله لا إن شاء الله لا، يعني هناك خطر. اليوم شو المطلوب؟ هل يعيد القراءة؟ هل يعيد حزب الله القراءة؟ وحضرتك أنت عم تحكي من شغلة إنه ما حدا بيقدر يلعب لعبة الكبار. تقديري هيدا الشيء تماما اللي يعني لح نشوف صعب واحد مش يتنبأ، صعب واحد يبني اليوم أو يعتبر بأنه هذا الحادث أو الحدث أو ذاك هو منعطف في علاقة تنظيم محلي براعي إقليمي. خلينا نكون نثبت أول نقطة، ولكن أنا بتقديري أنه لا شك بأنه ما تتالى علينا من أحداث وما سبق هذه الأحداث من لحظات تخمير مذهبي أكيد تدفع بحزب الله مثل ما تدفع باللاعبين الآخرين إلى ارتباك شديد. ومن هون بنشوف أنه أحياناً كيف مسارعتهم لاتخاذ بعض المواقف ثم عودتهم عنا. بالنسبة لموضوع إعلان بعبدة، أنا بعتبر أنه كانت أكثر رسالة موجهة لرئيس الجمهورية على سبيل بين هلالين التأنيب بأنه نحن لح نسنقفك وما بقى بدنا طاولة الحوار، أكثر ما هي موقف سياسي مبدئي. ومن هون لكن سبق الموقف السياسي المبدئي أنه تدخل في سوريا، يعني أنه أكيد حزب الله بده يرجع على أي طاولة حوار بشروطه، مثل ما أنه بده يشكل أي حكومة بشروطه، مثل ما أنه حزب الله أكيد ليس كارها للسنة طالما أن السنة يوافقون مشروعه وشروطه. يعني أنه حزب الله عم بيشتغل على هذا الأساس، أنه ما عنده مشكلة مع شيء على شرط أنه هذا الشيء يندرج بمشروعه. ولكن ما جرى خلال الفترة الماضية هو هالشيء الكتير رمزي يلي هو بيّن أنه كل هذه الغلبة وكل هذا الاستقواء وكل هذه اليد العليا أنه إلى ثمن، والثمن للأسف دفعوا مواطنين مدنيين اتفق أنه من سكان حي من أحياء الضاحية. وهذا الثمن بهيدا المعنى لأنه استهدف كمان مدنيين ولم يستهدف منشأة عسكرية أو قيادة أو مسؤول، فعل في الجسم الشيعي فعل الانتشار السريع، بمعنى أنه كل الناس حسوا حالهم بخطر، بما فيهم الناس اللي كانوا معتبرين أنه سياسة القوة والغلبة تحميهم. ومن هون بدنا نشوف أنه هل حزب الله قادر يناقش مع راعيه الإقليمي وضعه؟ أنا بفضل أترك علامة استفهام لأنه حتى أكون متناسق مع حالي، بعتبر أنه تنظيميا حزب الله لا يملك كل قراره. الراعي الإقليمي اليوم في تغيير، ما بدي أقول تغيير جذري لكن تغيير يعني نوعا ما جديد لدى الراعي الإقليمي مع تغيير الرأس، تغيير مش الرأس، رئيس الجمهورية. بعد كتير بكير نشوف وين لح يكون التغيير. هل الرئيس روحاني وحكي الرئيس روحاني عن تغيير ما في الدبلوماسية الخارجية، انه عشان هيك خلينا نشوف، لانه نحن مع انتخاب الرئيس خاتمي بال96 97 شفنا كمان بدايات
تغيير ما، وشفنا اعتراف أكثر بالدولة اللبنانية وعلاقة أقل ولو على مستوى الشكل، ولكن أنا بفضل أنه واحد لا يتنبأ. حتى اللحظة لم يحدث هذا التغيير، خلينا نكون مثل توما، ما نفترض شيء قبل ما يتحقق. وكأن التغيير بإيران يعني جاء مدروسا وبرعاية المرشد الأعلى، وكأن التغيير في إيران جاء لامتصاص نقمة إيرانية ولم يأتي ليغير شيئا في مصالح إيران العليا التي تمتد من المتوسط للقوقاز. يعني أنا ما بفهم إنه نفترض إنه في تغيير في لبنان وما يكون في تغيير بالعلاقة مع مع أرمينيا أو مع أذربيجان، فيعني إنه أو بالنووي أو بغيره من الملفات الكبرى. فخلينا نعتبر اليوم إنه في تغيير ما حصل في إيران قد يستتبع تعديل ما بلبنان، ولكن قبل أن يتحقق هذا الشيء ما فينا إلا ما نسلم بأنه حزب الله ما زال متدخلا في سوريا، حزب الله ما زال مصرا على التدخل في سوريا، حزب الله ما زال مصرا على تبرير تدخله في سوريا، وعلى اعتبار أنه على اللبنانيين أن يقبلوا به كأمر واقع. هون طالما أنه التدخل في سوريا منه جزء من أي مفاوضة لبنانية، أنا ما بشوف كيف ممكن يتحلحل الوضع داخليا. اليوم على ما يبدو رئيس الجمهورية رح يتوجه للبنانيين، لربما يكون توجهه أو خطابه يعني إحدى الفرص الأخيرة لإحراجنا جميعا، لإحراج اللبنانيين تحت عنوان دق ناقوس الخطر، لربما يسهل على بعض الأطراف تفاوضها مع رعاة الإقليميين لربما. طيب بالجزء الأخير من الحوار معك أستاذ لقمان، بدي أعود إلى الانفجارات، إن كان برويس وإن كان بطرابلس، واليوم صار في تذكير من الأمس إلى اليوم بالسيناريو، سيناريو ميشيل سماحة المملوك. حتى اليوم رابطة علماء المسلمين دعوا إلى تسريع محاكمة ميشيل سماحة. يعني قديش السيناريو الذي حكي عنه في السابق بعد اكتشاف سيناريو سماحة مملوك يعني نفذ أو ينفذ اليوم؟ تماما، أنه واحد اللي طالعهم من تحقيقات اللي علاقة بملف سماحة المملوك، أنه بالآخر الفكرة الأساسية كانت تحويل لبنان إلى ما يشبه فردوس إرهابي، بمعنى تفجيره من كل الاتجاهات وبكل الاتجاهات. وبهذا المعنى شيء اللي شهدناه على المستوى الميداني خلال الأيام الماضية، سواء من أحداث فردية صغيرة، لأنه كمان خلينا ما نتعامى عن الدم اللي أحيانا سال بشكل فردي. خلال الفترة الماضية شفنا مجموعة تعديات على جنود ودوريات للجيش اللبناني، هيدي ما لازم ننساها، أنا بتقديري كانت جزء من لعبة. شفنا بعدين التفجيرات الكبرى، وشفنا بعدين الخرق الجنوبي، فواضح بأنه القاتل المحترف ذو السوابق كان كاتب سيناريو، واليوم يمكن عم بيعمل له أبديتينج. ولكن ما فينا ما نشوف التقاطعات بين سيناريو سماحة المملوك، بين ما يجري وبين ما نبشر به، لأنه جزء كمان من الحرب تقديري هي ما نبشر به. هذا الأخطر، وهذا الأخطر، لأنه هذا بيصيرنا مرتهنين لفكرة أنه نحن عايشين بمملكة صدفة، عايشين بالصدفة وبنموت بالصدفة، ما في معنى لشيء. غياب المعنى هو القتل. يعني ما نبشر به، يعني وكأننا نقول أنه عمل العمليات الإرهابية يعني لم تتوقف. هذا ما نبشر به، يعني وإلا كيف بتشوف لي أنه بلحظة بنفيق وبنكتشف أنه هيدا البلد معبى متفجرات ومعبى إرهابيين ومعبى خلايا. أنا بتسأل أنه طيب كل الحكي عن أجهزة أمنية وغيره، يعني ليش انه مضطرين كل مرة ان نتثبت من ضعفنا حتى نكتشف انه احنا بحاجة لخطط امنية تا
تحمي اللبنانيين ومصالحهم. انه وين بيكونوا الاجهزه الامنيه وقت اللي بيكون كل هالمتفجرات وغيرها عم تفوت على البلد وعم تخزن وعم تحضر؟ هل هي الحمايات السياسيه؟ وهذا السؤال اللي كمان اللبنانيين مطلوب يجاوبوا عنه. هل بالصدفه اليوم انه في اجهزه هي تحقق في مناطق واجهزه تحقق في مناطق اخرى؟ هل هيدا جزء من اللعبه اللي نحن كلبنانيين مطلوب انه نسلم فيها كمان كامر واقع، انه هي جزء كمان من الصراع المذهبي المحتدم؟ تصور اللبنانيين عم بيسالوا حالهم كل هذه الاسئله وما حدا عم بيجاوبهم بشكل فعليا يشفي غليلهم. وعشان هيك بتلاقي انه كتار من اللبنانيين بنكتوا بلشوا يراهنوا على وين رح تنفجر السياره المقبله. بتعرف صار في رهانات على الموضوع؟ للاسف. او للاسف او لربما ممكن يكون هيدي لحظه عوده وعي، ولو وعي على المستوى النظري، بانه الالعاب اللي فتنا فيها مش لالنا. مش لالنا. حتى لو ما كانت الالعاب اللي فتنا فيها مش لالنا، لكن مثل ما ذكرت في سياق الحديث انه لبنان ضمن هذا المسرح الإقليمي، ما بيقدر يكون خارج هذا المسرح. هو جزء عضوي. كل ما يمكن أن نعمله أنه لربما أحياناً نبني جدار من طين ونتخبى وراءه، وهذا الجدار هو عصم المصلحة المشتركة. طالما أنه عم نشتغل لمصالح أخرى، طالما أنه منا متفقين على مصلحة مشتركة، حتى لو بدها تكون أكاد أقول مصلحة مرذولة، أنا أفضل أن يتفق اللبنانيون على مصلحة غير لا أخلاقية على أن يتفقوا على مصلحة أخلاقية. يعني على طريقة أنه كيف كان يقال بأنه أحد الروابط بين اللبنانيين كان التهريب، أنه لربما يمكن الحلم اليوم فينا نحلم فيه أنه اللبنانيين يتحولوا لمافيا تهريب تجمعهم المصلحة على أن يجمعهم فقط أنهم مرتهنين كل طرف وكل مهرب كبير. عند هذه النقطة بتنتهي يميت لقائنا معك أستاذ لقمان سليم الكاتب السياسي. شكرا لك، يعطيك ألف عافية وأهلا وسهلا فيك. مشاهدينا، لا شك نحن باقون معكم في هذه التغطية المباشرة. بريك قصير ونعود.